الذي على الإنسان مفترض وحب أصحابه نور ببرهان. من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتاني ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا أبا السبطين نعم فتى أوصى به الله في سر وإعلان فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان. صلاة الله ما لاحك وآتي على أن الخير ما ربما نجائي. صلاة الله ما لاحك وآتي
على عمل خيري.